والآن نتابع مع حضراتكم وقائع جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن تطورات التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة. وبهذه المناسبة سنتحدث، يجب ألا نفعل ما نحن أو لا يجب ألا يجب ألا نفعل من يتألمون ومن سيجوع أطفالهم، يجب أن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من معاناتهم. شكرا يا سيدي الرئيس. شكرا، وأعطي الكلمة الآن إلى الاتحاد الروسي. سيدي الرئيس، ندعم تماما عقد هذا الاجتماع الطارئ في مجلس الأمن حول الحالة في قطاع غزة مع التركيز على حماية المدنية لا سيما النساء والأطفال. ونشكر المديرين التنفيذيين من الولايات المتحدة المرأة سيما باحوس وكاثرين راسل من اليونيسف وناتالي كانما من الصندوق المتحدة للسكان. نشكرهن على الإحاطات المقدمة حول الحالة في فلسطين والجاي الفلسطيني. منذ بداية أكتوبر الأوضاع المأساوية تزايدت ونرى العنف والقتل في صفوف المدنيين الإسرائيليين. لا يمكن أن يبرر ذلك. كل الهجمات الإرهابية على المدنيين بما في ذلك الرهائن أمر يستحق الإدانة القاطعة. ومع ذلك أطلقت إسرائيل عملية انتقامية في قطاع غزة أدت إلى سفك للدماء وأدت إلى عملية واسعة النطاق غير مسبوقة في الأرض المحتلة الفلسطينية لا سيما في غزة، والأزمة الإنسانية تتكشف. لقد استمعنا إلى أرقام جديدة تؤكد على هذا النطاق. عدد الفلسطينيين المقتولين في أقل من شهرين مروى أكثر من 13,000 شخص، قتلوا نصفهم من الأطفال. عدد النازحين داخليا منذ 1948 1.6 مليون، رقم مفجع. وكأننا نرى مأساة بأبعاد إنجيلية تتجلى أمامنا، و ولا بد من تقديم المساعدة الإنسانية، وهذا ما تفعله روسيا لا سيما إلى غزة. فهذا القطاع بعيد عن خطوط الإمداد لا سيما الماء والغذاء والأدوية والوقود. هذا الوضع غير مقبول بما في ذلك فيما يتعلق بحماية حق النساء وضمان تنفيذ مختلف قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن. على إسرائيل التزام أنه اتخذ تدابير التزامي بهذه السهولة السامة، وأنها أوردت القرار 1325 في تشريعاتها الوطنية والتزمت بهذا الموضوع. سيدي الرئيس، إن ذبح الأطفال وتشويه الأطفال على يد الجيش الإسرائيلي في عملياته والهجمات على المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين الأبرياء مظهر شغل شديد والمستشفى